قدرت انظم مع الاجهزه بتاعتي التنفيذيه في بورسعيد ان انا هاخد العماله كلها اللي بتشتغل في المحور هنسجلها في عندنا في وحده العماله غير المنتظمه، وهينطبق عليهم كل الحقوق اللي الوحده دي بتشتغل فيها، اذا كان تامين صحي، مستشفيات، في مستشفيات خاصه ليهم هم اللي هياخدوا رعايه خاصه بيهم. دي حاجه بسيطه جدا، انا دي مش المره الاولى، دي القافله الاولى اللي انا جايه بيها، هاجي تاني وهستمر ان انا اجي لان ده مشروع حياتنا كلنا. We'll be right back.